اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهارده معايا فيديو اول مره اعمله على القناه، وده طبعا بعد ما سالتكم قلت لكم انتوا عايزين تشوفوا النوعيه دي من الفيديوهات ولا لا، وانتوا كنتوا موافقين عليها. فلو النوعيه دي عجبتكم من الفيديوهات انا هكمل فيها. طب ايه هي النوعيه دي لو حد مش متابع المنتدى او مش متابع صفحه الفيسبوك؟ النوعيه دي اللي انا هوريكم الروايات او الكوميكس بتاعتي او حتى مقتنيات اساسنز كريد اللي عندي. فلو انتوا حبيتوا الفكره دي هعملها مره واثنين وثلاثه واربعه، لو ما حبيتهاش مش هعملها تاني. فمن غير ما نطول كتير يلا نشوف الروايات اللي عندي مع بعض. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اشتري روايات اساسنز كريد لان انا بحب اقراها، ولان بيكون فيها معلومات كتيره جدا اكتر من الاجزاء واكتر حتى من الكوميكس. فعلا الروايات هي الاصل، وفعلا الروايات هتلاقي فيها معلومات كتيره جدا مش موجوده في اي مكان تاني. انا من وانا صغير وانا بشتري الروايات، وفي الفيديو ده هوريكم كام روايه من عندي. ولو عجبكم الفيديو زي ما قلت لكم هوريكم روايات اكتر، وكمان ممكن اوريكم الكوميكس اللي عندي، وهوريكم السيديهات او حتى باقي المقتنيات اللي عندي الخاصه بسلسله اساسنز كريد. اول حاجه هنبدا بيها هي روايه Assassin's Creed Unity. انا لحد دلوقتي لسه بقرا فيها، يعني اشتريتها تقريبا من زمان قوي ولسه بقرا فيها لحد النهارده. انا بلاقي فيها معلومات كتيره جدا. الروايه اشتريتها تقريبا من زمان بحوالي 250 جنيه، دلوقتي اعتقد ثمنها ممكن مثلا لو انت هتجيبها من مصر هيكون ثمنها مثلا في حدود ال 500 او 600 جنيه. الروايه سعرها زاد جامد، فانا مش بنصح انك تشتري النسخه اللي هي النسخه المطبوعه. اشتري النسخه اللي انت بتلاقيها على جوجل بلاي او النسخه الالكترونيه، بتكون رخيصه، تقريبا ثمنها يكون 200 جنيه لو انت عايز تشتري النسخ دي. لكن النسخه المطبوعه ثمنها غالي دلوقتي. حتى انا كمان دلوقتي الروايات الجديده بطلت اشتري النسخ المطبوعه لان بضطر اشتريها من بره مصر والشحن بيكون غالي. يعني الروايه بتقف عليا دلوقتي بالاسعار الجديده حوالي 1500 جنيه، فالسعر بقى مبالغ فيه. المهم روايه اساسنز كريد يونيتي، الروايه دي طبعا فيها حاجه مميزه جدا، ولو انت ما عجبكش قصه اساسنز كريد يونيتي وشايف انها قصه ضعيفه، الروايه دي حرفيا هتغير نظرتك تماما عن اساسنز كريد يونيتي. ليه بقى؟ لان الروايه دي قصتها اقوى بمليون مره من اساسنز كريد يونيتي. ليه؟ لان الروايه مش بتحكي عن قصه ارنو، لا دي بتحكي قصه اليز من اول تقريبا عمرها 4 سنين لحد ما هنشوف بعدين. لا وكمان ايه، الروايه فيها تبادل بين قصه ارنو وقصه اليز، لكن عايز اقول الجانب بتاع اليز اكتر بكتير قوي من قصه ارنو. فعلا الروايه مميزه جدا وفيها شخصيات، مش عايز احرقها عليكم، فيها شخصيات من اجزاء تانية بتظهر في الروايه دي. يعني مثلا اليز بتروح انجلترا، وطبعا انتوا عارفين مين تمبلرز او الاساسنز اللي كانوا في انجلترا وفي الفتره دي. انا مش هحرق اكتر من كده، لكن عشان اوريك الروايات فعلا مش مجرد بقى يوبي سوفت عاملاها علشان تبيع نسخ اكتر او كده، لا الروايات فعلا جامده جدا. وطبعا لو انت ما عندكش اي خلفيه عن الروايات خالص، فالروايه بيكون الانجليش بتاعها صعب، لازم يكون عندك خبره في الروايات. وانا على فكره عملت فيديو ووضحت فيه كل حاجه، قلت لك كل الاسعار وبتتباع فين سواء من مصر او من خارج مصر، وتقدر تشتريها فين، وهل الروايات مميزه ولا لا، وهل هتستفيد منها ولا لا. كل ده هتلاقيه في الفيديو اللي ظاهر قدامك دلوقتي، يا ريت تشوفه بعد ما تشوف الفيديو ده. انا دلوقتي زي ما قلت لكم كده ملخص سريع عن الروايه او ايه اللي هتشوف في الروايه بطريقه مختصره. ده بقى شكل الروايه من جوه، بصراحه ريحه الكتب بتبقى جامده جدا. ودي طبعا الروايه من الجنب ومن ورا، وده طبعا الجزء اللي ورا من الروايه، والجزء اللي ورا دايما بيكون فيه عباره عن اختصار للروايه او ايه اللي هتشوفه في الروايه. طبعا مش كل حاجه في الروايه موجوده ورا، لكن اهم النقاط الموجوده في الروايه هي اللي موجوده ورا. وفعلا الروايه دي تقريبا دلوقتي هي رقم 4 عندي. يعني انتوا عارفين دلوقتي قدام هقول لكم ايه الترتيب بتاع الروايات، لكن خلينا دلوقتي ان روايه يونيتي لحد هذه اللحظه هي رقم 4 عندي. بعد كده معانا روايه الطائر او المعروفه باسم ذا سيكريت كروسيد او الحمله الصليبيه السريه، ودي بقى الروايه دي هي رقم 2 عندي. بصراحه الروايه دي ملهاش حل، بتحكي قصه الطائر من اول ما اتولد قبل كمان حتى ما يتولد، وبنتعرف على ابوه عمر بن الاحد، وبنشوف بقى عمر بن الاحد بيعمل ايه وازاي بتنتهي حياته، وازاي المعلم بيربي الطائر وبيخليه اساسن، وبتنتهي احداث الروايه لحد ما ادزيو بيروح لمسياف علشان يشوف الطائر. فعلا الروايه جامده جدا وفي هنا تفاصيل، وايه علاقه عباس بالطائر، وازاي الخلافات ما بينهم حصلت وهم صغيرين والمعلم كان بيدربهم. لا الروايه دي فعلا جامده، وفعلا هي عندي رقم 2. ولو انت عاوز تبدا في روايه اساسنز كريد ابدا بالروايه دي، فعلا الروايه جامده جدا وهتعجبك. ده طبعا شكل الروايه من جوه. طبعا انتم ملاحظين النسخه دي غير النسخه بتاعه يونيتي، هم في نسختين من الروايات، دي نسخه اكبر شويه انما نسخه يونيتي اصغر شويه، على حسب بقى اللي لما بكون بشتري. وده شكل الروايه من الجنب. وطبعا من ورا زي ما قلت لكم في يونيتي ان بيكون في مختصر للروايه موجود من ورا.
نروح بعد كده بقى لنمبر 1، حرفيا دي نمبر 1 اللي هي روايه فور سيكن او روايه المنبوذ. طبعا انتوا شايفين كونر على الغلاف بتاع الروايه، لكن الروايه مش بتحكي قصه كونر، الروايه بتحكي حياه هيثم كنوي من قبل ولادته لحد وفاته. فعلا هيثم كنوي شخصيه عظيمه جدا، والروايه دي غيرت لي نظرته تماما. يعني الناس اللي متابعاني على القناه عارفه ان هيثم كنوي وباسم الاسحاق هما افضل شخصيتين بالنسبه لي، ففعلا الروايه دي خلتني اقول ان هيثم كنوي فعلا يستحق ان يكون في المرتبه اللي انا حطيته فيها. بتشوف بقى هيثم كنوي، بتشوف هو ليه اصلا ابوه ادوارد كنوي اساسن وليه هو اتحول لتمبلر، وبتشوف ايه اللي بيحصل لاخت جينيفر من اول ما حصل الهجوم على القصر بتاعهم، وبعدين بنشوف رحله البحث عنها والاحداث اللي ما اتذكرتش في الجزء الثالث. فعلا قصه الجزء الثالث ما بتكتملش الا بالروايه دي، ودي طبعا الروايه من جوه من ورا بيبان بقى مختصر كده سريع عن قصه حياه هيثم كنوي. فعلا دي نمبر 1 ودي اقوى روايه نزلت لسلسله اساسن كريد. مش انا بس اللي بقول كده، حرفيا اي حد بيقول على الروايه دي انها اقوى روايه نزلت لسلسله اساسن كريد. بس ما انصحكش انك تقراها في الاول، اقرا طبعا روايه الطائر بعد كده خش على الروايه دي. ليه نسيب روايات ادزي وهقولها بعدين في الفيديو. ودخلنا بقى على الرواية رقم 3 معانا في الفيديو، وهجاوب فيها على السؤال اللي قلتلكو ليه نسيب روايات ادزيو وما نقربش منها. انا طبعا اشتريت الرواية دي، تقريبا اشتريتها ب 250 جنيه، كانت الاسعار لسه ما غليتش. وبرده رواية فور سيكن اشتريتها ب 200 جنيه، ورواية سيكريت كروسيد اشتريتها ب 200 جنيه، دي باسعار زمان. دلوقتي الاسعار من 500 ل 600. طيب نجاوب بقى على السؤال ليه ما نشتريش روايات ادزيو وليه انا شاريها. انا اشتريتها لان كان جزء ميراج نازل، وطبعا انتوا عارفين جزء ميراج نازل في العراق، وكان الاجواء الاسلاميه موجوده، فانا كنت عاوز اشوف برضو الاجواء دي في جزء ريفليشنز، يعني نوع من الحماس. لكن بصراحه ثلاثيه ادزيو الروايات بتاعتها نفس الموجوده في الاجزاء، فانت بتضيع فلوسك على الفاضي. وقلت كده اكتر من مره، اكتر من حد قال لي انا عاوز اعرف اكتر عن ادزيو، هل هي موجوده في الروايات ولا لا. قلت له الروايات ما فيهاش حاجه جديده، فما تضيعش فلوسك، ما تروحش تضيع فلوسك على حاجه انت اصلا لعبتها وجربتها كذا مره. عايز تجرب ثلاثيه ادزيو روح جربها تاني في الاجزاء، مالكش دعوه بالروايات. طيب ده شكل الروايه من الجنب وشكل الروايه من زي ما قلت لكم برده مختصر سريع عن الروايه. حابب تشتريها اشتريها براحتك، بس انا بقول لك اشتري روايه الطائر او روايه المنبوذ، دول طبعا حاجه فوق العظمه. الروايه اللي بعد كده بقى معانا هي روايه اوديسي، وطبعا روايه اوديسي انا شاريها من بره مصر لاني ما لقيتهاش متوفره جوه مصر، بس هي حاليا بقت متوفره، انا دفعت فيها فلوس كتيره. بس انت حاليا ممكن تشتريها تقريبا من 500 ل 600 جنيه من جوه مصر. انا اشتريتها بثمن غالي لان انا كنت جايبها من بره مصر. طب انا بشتري منين من بره مصر؟ بجيب الروايات بتاعتي من انجلترا من الناشر نفسه. طيب ايه بقى تقييمي لروايه اوديسي؟ تقييمي لروايه اوديسي انها واحده من اسوأ الروايات اللي قريتها في حياتي. ليه؟ لان طبعا في الفتره دي كانوا غيروا المؤلف بتاع الروايات، كل الروايات اللي كانت قبل كده كان ليها مؤلف معين، ودي روايه جديده كانت بتجربه جديده، والروايه حرفيا ما ضافتش اي حاجه. يعني قصه اساسنز كريد اوديسي انا قلت مثلا ممكن يعملوا الروايه زي مثلا يعملوا فكره جديده كده زي روايه فور سيكن، قلت مثلا في اوديسي هيخلوها قصه داريس او نشوف قصه جديده بقى ايه اللي حصل لكاساندرا بعد نهايه احداث اساسنز كريد اوديسي. لا هنا ما عملكش كده، هنا عملك قالك ايه؟ قالك ان القصه هي نفس الروايه. طب انت عملت لي نفس كده ثلاثيه ادزيو اللي هو قلت للناس ما حدش يشتريها، برضو نفس الكلام عملوه هنا. ليه طيب؟ يعني ليه اشتريت الروايه ودفعت فلوس كتيره وما لقيتش فيها اي حاجه جديده خالص غير انها نفس الكلام موجود في الجزء اوديسي؟ يعني ما انصحش حد بيها بصراحه، لانه لو اشتراها، لو انت بتحب اوديسي تمام اشتريها وعلى مسؤوليتك، لكن انا مش بنصح حد بيها. ده شكل بقى الروايه من جوه وشكل الروايه من بره. بصراحه ما عجبتنيش خالص روايه اوديسي، مع اني كنت متحمس ليها جدا. زي ما انا بحب جزء اوديسي وبحب العبه، يمكن اكتر جزء لعبته في السلسله كلها لانه جزء ممتع جدا. طيب انا في الفيديو ده وريت اربع روايات، لسه عندي روايات كتيره جدا، عندي كل الروايات بتاعت اساسنز كريد. لو انت حبيت الفيديو ده وحابب تشوف مثلا الفيديو الجاي اوريكوا الكوميكس اوريكوا السيديهات بتاعتي اوريكوا المقتنيات بتاعتي بتاعت اساسنز كريد اللي عندي، اعملوا لايك على الفيديو ده. صدقوني لو عملتوا لايك هعمل لكم فيديوهات اكتر من النوعيه دي، وممكن بعد كده لو رحت اي معارض فيها حاجات شفت حاجات كتيره اساسنز كريد اعمل لكم فلوجات. وانا بحاول اهو انوع في المحتوى زي ما انتم بتحبوا، فيا ريت يا ريت يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد.